السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تحديد عنصر مع العناصر المجاورة ليه. على سبيل المثال عايز احدد الضغط دوت مع الفليكسيبل مع الاير تيرمينال مع الضغط اللي جنبيه. بسيطة جدا، هقرب منه بس ندوس لا كليك يمين ولا شمال، تمام. بعد كده ادوس تاب، تاب تاني حدد العناصر اكتر، تاب تالت يحدد العناصر اكتر. بعد كده ادوس كليك شمال، العناصر دي كلها موجودة معايا بحيث لو عايز اعمل لها موف او كوبي او اي حاجة انا عايزها. تمام، أخوكم عمرو سليم.